هذه الدنيا فانية، هذه الدنيا راحلة. لا يخفى علينا يا عباد الله أننا في لحظة أو فجأة موت سنترك هذه الحياة الدنيا بما فيها من مناصب وأموال وتركات وعقارات، فلماذا لا نعتبر؟ دنيا فانية. نام عليه الصلاة والسلام على حصير وهو أفضل خلق الله على الإطلاق، ثم قام وقد أثر الحصير على جنبه الشريف، فقال له الصحابة: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء فراشا من أجل أن يقي جنبه الشريف. فاسمعوا ماذا قال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها.